كشف محمد خروبي المدير المركزي للضبط الفلاحي وتنميته بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على هامش الزيارة الميدانية الفجائية لمصانع تحويل الطماطم الصناعية بولاية جلمة وكذا بعض الولايات الشرقية على غرار الطارف سكيكدا وعنابة بأنه قد أعطى تعليمات صارمة بخصوص مراقبة ومرافقة الفلاحين في عمليات الجني بصفة عقلانية. التغطية كانت لمراسلنا هشام جسمي. راهي مليحه ولاباس وبالبيان وامور ساريه يعني هاي مع الفلاح الساعه الحاضره كاينه شويه كيما نقولوا روتار ساعات دي فوا اكيد اي وزينه حيكون فيها المشكل هذا بس يعني بارابور العوام فات ورانا في تقدم يعني ما عليهاش الحمد لله نحمد ربي. المنتوج اللي كما رانا نشاهده هو منتوج نوعا ما نفسه مقارنه بالسنه الماضيه ولكن وقفنا مع المدراء وكنا سمعنا لهم بعض سدينا بعض التعليمات فيما يخص مرافقة الفلاح باش تكون الجني بصفة عقلانية بصفة منتظمة باش ما يكونش طوابير وأيضا لازم الطماطم يعطوا لها المدة اللازمة باش يكون الجني تاعها في ظروف حسنة وطماطم قابلة للتصنيع. وأضاف محمد خروبي أنه مقارنة بالسنة المنصرمة هناك زيادة في المساحة الموروثة التي قاربت 24 ألف هكتار. الشيء اللي لاحظناه كان هناك زيادة في المساحات المغروسة مقارنة بالسنة الماضية حيث المساحة الإجمالية فاقت 24600 هكتار بمعدل إنتاج راح يقارب 600 قنطار في الهكتار أي بمعدل إنتاج إجمالي نرتقبه إن شاء الله يوصل 18 مليون. كما ثمنت المصالح الفلاحية الجهود الرامية لمرافقة الفلاحين والوقوف على المشاكل التي تعترض القطاع. البيت نتاعنا سي مين يكون ان بيريمتر وين يكون باغ اكزومبل مالغري كون نوزا دوني 25 مليون كوم كوتا مي اون با فريمون بينيفيسي دو تو سا. دونك انا نطلب حاجه ان شاء الله كيما يقول لك يفو كيما قال لك فيغي فيغ لو كوتي باغ اكزومبل ديفيكتيوزيتي دو بيريمات لازمنا نصلحوا هذا البيريمات بور اكسيدي افوار بلوس كيما قالها لك دو سوبرفيسي. احنا هضرنا سورتو كيل سون لي بروبليم بوزي وان شاء الله اون ا دوني كيلكو سوليسيون ومن بعد على 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 او نيفو فهمت دو تيرا اون ان تران دو نجردوا ان شاء الله تو لو بروبليم اي لي سوليسيون كون دو تروفي مع الفلاح ديريكتومون.